صباح الخير اخوان اللي تتابعونا. اليوم قرارات السياحة من جارنا، اجواء ممطرة، نهاية الخريف، انتظار تساقط الثلوج. طبعا الثلوج تساقطت في بعض الاماكن اليوم الشمالية وبجهة الغرب وبجهة الجنوب. حبيت على الهواء مباشر اقول لكم بانه عندنا اعلان نشرناه على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى التويتر على صفحاتنا قرارات السياحة، عرض للشخصان 5 أيام 4 ليالي، كلفة العرض 499 دولار، إقامة في فندق 4 نجوم في وسط يريفان مع وجبة إفطار، بالإضافة إلى 3 جولات، جولتان خارج يريفان وجولة واحدة في داخل يريفان.